المرحلة الثانية إن شاء الله هذه الطباخة وهذا الجدر وهذه القاعدة اللي بتكون في وسط الجدر القاعدة نحط عليها الماء ثلاث من هذه الصفحة ثلاث ملات من هذه الجدر والقاعدة نحط ثلاث ملات من الماء داخل الجدر عشان الجدر ما تكون فاضية من الماء هذه الثانية بندي هذه المرة الملة الثالثة انتهينا من الماء الآن نحط الجونية هذه الجونية تحمي اللحم لخروجه من الجدر وتسهل لنا عملية خروجه اللحم البخار من داخل الصفرية هذا ورق الموز نبتدي نحطه بدينا نحطه على الصفرية مع الجونية مع القاعدة انتهينا من المرحلة الثانية المرحلة الثالثة نبتدي نحط اللحم في الجدر بسم الله بهذا الشكل لحم جاهز متخمر بالبزار جاهز اللحم بالشكل الصحيح هو الآن متخمر جاهز لتبزيرته نحط عليه الورق الموز الطبقة الثانية الطبقة الأولى كانت تحت هذه الطبقة الثانية نخفف عليها عملية الحرق والجسم نبتدي نحط اللحم مرة ثانية
هنا من ترتيب اللحم في الجدر، نحط الطبقة الأخيرة من ورق الموز، الطبقة الأخيرة من ورق الموز، خلصنا نحط الجونية بالشكل هذا على الجدر. تبناه تماما، نجيب الورق الألمنيوم، الورق الألمنيوم، نجيب ورق على الجدر، على الجدر نأخذ اللفة الأولى، نتأكد منها، نأخذ اللفة الثانية، هذه اللفة الثالثة، وهذه اللفة الرابعة، تقريبا ست لفات بحيث ما يكون يعمل تنفس، عشان ما يطلع التنفس منه. انتهينا من اللفة، نجيب القطر نحطه بالشكل هذا، نبدل منه تثبيته، لف الجدر الألمنيوم بالشكل هذا دائرة كاملة، ونحط عليه طابوبة عشان تثقل الغطاء. هذه الطابوقة حطيناها على الغطاء عشان تثقل الغطاء، ما يكون فيه عملية تنفس. نبتدي الآن نولع النار، نولع النار تحت الجدر.
النار الهادية. طبعا في البداية تكون شوية النار حامية لمدة نص ساعة، وبعد كذا نخليه على نار هادية لحد بكرة. بياخذ وقت ساعات هو يطبخ على نار هادية، بياخذ وقت طويل يعني تقريبا ما البكرة يجهز على الساعة 5-6 الصباح، والنار تحت على نار هادية. وانتهينا، والسلام عليكم. سلام طيبين. نكشف عن هذا الجدر وعن هذا اللحم، نكشف عن اللحم البخار. هذا لحم البخار، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله تبارك الرحمن، هو جاهز الآن. لحم البخار جاهز جاهز جاهز. اوكي، نطلعه صينية، نطلعه من الجدر، بنطلع من الجدر، نطلعه من الجدر عن طريق الجونية، خالي من الكوليسترول، الكوليسترول كله نازل تحت، لحم نظيف من دون اي كوليسترول. هذا الكوليسترول موجود في الجدر، هذا الكوليسترول موجود، هذه القاعدة نظيفة، كل الشحوم موجودة نازلة، الجدر نظيفة خالية من اي مشاكل. هذا اللحم البخار جاهز، هذا لحم البخار. وعليكم العافية.